الأجيال الصاعدة، وذلك عن طريق تحسين مستندات المراحل السابقة مع إعادة توجيه البرامج نحو ما يمكن من النهوض بالأصناف البشرية، وكذلك دعم الفئات في وضع الهشاشة والعناية بالأجيال الصاعدة. إذا يتم تنزيل هذه المرحلة باعتماد أربع برامج متكاملة، أولها برنامج تدرب الخصائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية للمجالات التراثية الأقل تجهيزا. يهم هذا البرنامج خمس قطاعات كبرى وهي التعليم، الصحة، الكهرباء القاوية، الطرق، والماء الصالح للشرب. ثم برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. يستهدف هذا البرنامج مجموعة من الفئات ذات مرجعية من الأشخاص في وضعية هشاشة، ويضم ثلاث محاور أساسية. أولها دعم أو مساعدة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ثاني محور يهم الدعم والدعم الإدماج الاقتصادي لفئة عريضة من المستهدفين. أما المحور الثالث فهو يهم حماية الأطفال والشباب. فيما يخص البرنامج الثالث وهو برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، يهدف هذا البرنامج بشقه الأول إلى تحسين وتعزيز سلاسل الإنتاج من أجل تحسين الدخل لفائدة فئة عريضة من المجتمع. أما بشقه الثاني فيهدف إلى خلق منصات للشباب من أجل الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة من المجتمع التي لها دور فعال في بناء المجتمعات وتنميتها. أما بالنسبة للبرنامج الرابع وهو برنامج الدفع للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، هذا البرنامج يكتسب طابعا خاصا لما له من أهمية أخرى، فإن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة عن طريق إيلاء عناية خاصة للأفراد في المراحل الحاسمة من الحياة، وهذا ما يمكن من التصدي بطريقة استباقية للأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى تأخر في التنمية البشرية. إذا يرتكز هذا البرنامج على ثلاث محاور رئيسية: محور تنمية الطفولة المبكرة، محور دعم التمرس ومحاربة الفقر المدرسي، ثم محور دعم التعليم الأولي للوسط الغربي. ومن خلال هذا المحور تسعى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى دعم تعميم التعليم الأولي خاصة في المناطق القروية والنائية عن طريق إعادة تهيئة وإحداث وحدات جديدة للتعليم الأولي مع تغطية تكاليف التسيير، وكذلك مع ضمان جودة الخدمات المقدمة لهذه الوحدات المشتركة، كذلك بالإضافة طبعاً إلى تعزيز الوعي لدى كافة الأطفال بأهمية التعليم الأولي. وسعي منها لتحقيق كل هذه الأهداف قد نهجت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربة مندمجة على المستوى الوطني تهدف إلى إعادة تهيئة 5000 وحدة خاصة بالتعليم الأولي وإنشاء 10000 وحدة جديدة. 1200 وحدة منها ستتم إحداثها برأس سنة 2019، وسيتم إحداث 2000 وحدة منها بسنة 2020، كما ستعرف نفس السنة إعادة تهيئة 1100 وحدة خاصة بالتعليم الأولي. هذا على المستوى الوطني. أما على مستوى إقليم العرائش فترجو الإشارة إلى أن عملية هذا الإقليم كانت سباقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إنجازات هامة في هذا المجال. نذكر من أبرزها مشروع إعداد 30 وحدة للتعليم الأولي بكل من مدينتي العرائش والقصر الكبير لفائدة 900 طفل وطفل مستفيد. بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع مليون درهم، وقد تم إنجازه بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني وبتنسيق مع
ضمان فرص شغل لفائدة 140 مرضية ومساعدة، ينحررنا أو ينحرر جلهن من ضوابط معنية بحدث هذه الوحدات، كما أنهن يدعن لدورات تدوينية من طرف أحد شركائنا الاستراتيجيين في هذه المرحلة وهو مؤسسة الضرورة. إذا تم إنجاز هذا المشروع عبر 3 أشهر، قد خص الشهر الأول إحداث 8 وحدات المساعدين الأولي لفائدة 385 طفلة وطفل تمثل الإناث 49.6% بعدد بلغ 191 طفلة مسجلة. وقد هم الشهر الثاني كذلك إحداث 8 وحدات بدوائر أخرى لفائدة 348 طفلة وطفل تمثل نسبة الإناث 55% بعدد قد بلغ 193 طفلة مسجلة. للإشارة فقط فإن هذه الوحدات تعمل بنظام وتشتغل بنظام المجموعات، أي أن كل وحدة يمكن أن تستقطب مجموعتين من التلاميذ، تضم كل مجموعة من 20 إلى 25 طفل وطفل، كما أنه يتم الاتفاق على الجدول الزمنية بالاتفاق مع الأولياء والآباء والأشخاص باحترام خصوصيات كل منطقة. بالنسبة للشطر الثالث والذي يهم إنجاز 8 وحدات من دراسية أخرى، هذا الشطر من المشروع الضابطة والإنجاز، حيث أن هذه الوحدات ستفتح في وجه الأطفال في شهر يناير بسنة 2020، أي السنة أي الشهر المقبل. وفي نفس الصدد سطرت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم العرائش برنامجا للعمل برسم سنة 2020، وذلك من خلال إحداث 45 وحدة للتعليم الأولي لفائدة 1800 طفل وطفل مستفيد. وسيمكن هذا المشروع كذلك من ضمان فرص شغل للتعليم المربية ومساعدين. إذا يتم تصميم هذه الوحدات حسب معايير تقنية دقيقة، فكما هو مبين على التصميم المعماري في الصورة، تضم كل وحدة مجموعة من الفضاءات: فضاء للانتظار والاستقبال، فضاء للعلم، مكاتب للمربيات، طبعا مرافق صحية بالإضافة إلى فضاء القسم. يضم فضاء القسم مجموعة من الأركان كغرفة العلم، غرفة المكتبة، غرفة التجمع، وغرفة البيئة. هذه الفضاءات تجعل من الوحدات بيئة مريحة، وبذلك حتى حسبان الثنائي والمعرفة والتعلم لدى الأطفال. كما يجهز فضاء القسم بتجهيزات مختلفة، تجهيزات ذات جودة تمكن الطفل من تنمية طاقته الإبداعية وتحفيز مخيلته وإغناء كذلك مصطلحاته وحبه للاستثمار. قد بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 7.31 مليون درهم، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في مجال التعليم الأولي هو بحسب العديد من الدراسات العلمية اختيار اقتصادي عقلاني ومربح، وذلك لأنه يعتبر أكثر مربوحية 5 مرات، يعني أكثر منه في المراحل اللاحقة من الحياة. إذا يبدو لنا جليا أننا أمام تحدي وطني ومصيري يدعونا جميعا لتقاسم الخبرات والتجارب وتوحيد الجهود وتوضيح المفاهيم والرؤى من أجل إنجاز هذا الورش الضخم الذي يستدعي الكثير من المثابرة والحزم والجرأة، تمشيا مع توجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعيده في سبيل الارتقاء في التعليم الأولي وتطوير جودته في بلادنا. ختاما أترككم مع عمل